في خبر كده عاجل في الفاصل وردنا اتصال من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، و الحقيقة اللي هو سعيد جدا بوجودك اليوم معنا أبو محمد في البرنامج، وسعيد بنتائج ضمك اللي قاعد يقدمها الموسم، وتقديرا لك وتقديرا لنتائج نادي ضمك وجودك اليوم معنا في البرنامج، تقديرا لوجودك، قبل هذا كله تقديرا لأمير تركي بن طلال يقدم تبرع مالي لنادي ضمك بمبلغ 1,000,000 ريال دعما منا للنادي ولنتائج القوية اللي قاعد يقدمها هذا الموسم. على رأسي حقيقة الأمير الوليد بن طلال مواقفه مع كل الرياضيين، أعتقد أنه حتى داعم للمنتخبات السعودية بشكل كبير. أنا من عرفت نفسي في الرياضة وأنا أعرف الوليد بن طلال داعم لكل أندية المملكة، أي نادي يحقق منجز، أي نادي يوصله ويوصل أنه مصلح إنجاز أو مقدم نتائج إيجابية، الوليد طلال يبادر بتكريمهم، يبادر بالدعم الكبير اللي يحظون فيه. ما أعتقد أن في نادي في المملكة العربية السعودية إلا ومر عليه كرم ودعم الوليد بن طلال. حقيقة أنا أشكر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، وإن شاء الله نحن نكون عند حسن ظنه. أنا أعرف أنه رجل عملي، يحب الناس اللي تشتغل، يحب الناس اللي تعمل، يحب نتائج العمل اللي تظهر ويدعمهم بشكل كبير. باسمي وباسم أبناء محافظة خميس مشيط ومنطقة عسير على رأسهم الأمير تركي بن طلال، نشكر سمو سيدي الأمير الوليد بن طلال، والله يطول في عمره ويكثر خيره. وشكرا لك وشكرا لبرنامجك فائل الحسن، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله من هنا لين تنتهي الحلقة ونسمع متبرعين زيادة وداعمين زيادة إن شاء الله. أنت قلت كلمة مهمة، هو يحب الناس اللي تشتغل، يلفت انتباهها. صحيح، يلفت انتباه الناس اللي تتحرك وتتقدم للأمام. فريق يصارع على الهبوط، يبقى الموسم هذا يقدم مستويات ويصارع على الصدارة وينافس على الصدارة مع أندية مصروف عليها مئات الملايين، هذا أكيد شيء ملفت. أبو نايف، طبعا بالتأكيد يعني أنا شاطر برضه أبو محمد، التبريكات والشكر برضه للأمير الوليد، وفعلا يعني هذه الرياضة وهذه سمو الرياضة وهذا حلاوة الرياضة وهذه الروح الرياضية. فريق مثلا منافس معك، أنت جالس المحسن أحسن، وبرضه الأستاذ صالح برضه يبلغ اللاعبين أنكم شوفوا أنتم ترى اللي جلبتوا الأموال هذه. في بعض اللاعبين يبغى المكافأة وهو ما تعب، فلذلك برضو لمحة من الأمير الوليد. فعلا الفريق هذا حقيقة أنا أتوقع، هو لما أتكلم قال على الأندية الجماهيرية، أنا أتوقع نادي ضمك من أكثر الأندية الجماهيرية، لأن جميع الأندية أو جميع الجماهير متعاطفة مع نادي ضمك. صحيح، في أندية، وإضافة إلى ذلك برضو شوف اللغة اللي قاعد يتكلم فيها أبو محمد، تخلي برضو جماهير الأندية كلها تتعاطف معك. أنت ممكن تصير من أكثر جماهير الأندية تعاطفا مع الأندية كلها بتعاملك الراقي فيها. فلذلك فعلا يعني أنتم أجدتوا أحسنتوا ووجدتوا أشخاص برضو تقدم يعني تقدر العمل اللي تعملون فيه، وشكرا لوليد بن طلال. لوليد بن طلال يعني زي ما قلت أنت، يعني من يوم عرفنا الرياضة وهذه يده للرياضيين كلهم.